جاهز؟ أنا هون عشان أعرفكم مين إحنا. أنا هون اليوم عشان أعرفكم على المجلس الشبابي التابع لمؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، عشان نورجي الناس مين إحنا وشو بنسوي وشو بيعمل المجلس الشبابي التابع لمؤسسة جذور. المجلس الشبابي هو مجموعة من الشباب والصبايا أعمارنا مختلفة من 18 ل 35 سنة تقريباً. المجلس رح يكون هو عبارة عن طاقات شبابية إحنا اليوم رح نبلش فيها. أشجع الناس إنه يشاركوا بالمجلس، كمان الشباب يكون لهم دور واجب إنه لمجتمعنا. شو أحكي؟ لجماعنا إنه إحنا مجموعة من الشباب والصبايا بغض النظر عن الاختلافات الموجودة بيناتنا، بس طموحنا واحد وقادرين إنه نكون مع بعض ونوصل فكرة للمجتمع لحتى نفرجي إنه الإنسان أو الشاب الفلسطيني قادر كل تحت كل الظروف. حابين نكون أعضاء فعالين في المجتمع وحتى نعمل التغيير. احنا موجودين بكل الاماكن، موجودين بكل محافظات الوطن سواء في الضفه الغربيه او قطاع غزه، جنين، طوباس، رام الله، بيت لحم، الخليل، وغزه، وتلكم. يعني اطلبونا بتلاقونا. عشان يصير في عندي معرفه زياده، اطور من حالي، اوسع دائره علاقاتي، واثبت حالي بالمجتمع وتزيد الثقه بنفسي. بحب اوصل صوتي لصناع القرار وللمؤسسات اللي بتشتغل حاليا مع الشباب والمراهقين. وجودي هون في هذا المجلس رح يساعد على أولاً أنه أكسب مهارات جديدة وأطور مهارات موجودة عندي سابقاً، بناء علاقات مع كافة أفراد المجتمع، نساعد الناس ونساعد فئة الشباب اللي ممكن تكون مهمشة هاي الفترة. أقدر أني أنمي مهاراتي وعشان أفيد اللي حوالي وأنا كمان أستفيد. أي والله بوتر، أنت بتحكي ما بوتر بس أنت بوتر. هدفنا أنه صوتنا يوصل، نعرف الكل بأنه الشباب قادر، لأنه إحنا هدفنا وصوتنا ورسالتنا هي رح تغير في المجتمع. استنونا وشوفوا شو رح نصير في المجلس. ادعمونا وشوفوا شو جديدنا لقدام. حبونا وادعمونا. استنونا، في عنا نشاطات كتير حلوة. إنه استنونا، نحن جايين. خلاص الحمد لله.